السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المغاربة أخواتي المغربيات، أشكركم على تتبعكم لقناة مشاريع أكادير. جئتكم اليوم أمام منظر جميل، وهو المنظر الذي أحبه ويحبه الجميع، وهو منظر الطبيعة، الطبيعة الجميلة. أتلاحظون بأن الشركة المكلفة بالأشغال تقوم بسقي هذه المناطق الخضراء، ولتتساءلون ما هو المنظر، إنه المنظر أمام المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، وهي المعروفة اختصارا بالـNCJ، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والتي قامت بتدريس الآلاف من الطلبة والطالبات في ميدان البحث العلمي وفي ميدان التجارة وفي ميدان التسيير. وقد قامت هذه المدرسة منذ إنشائها بتزويد السوق المغربي بالعديد من المختصين في ميدان التجارة والتسيير، دائما في إطار تتبع المشاريع الملكية السامية، ودائما في إطار إعطاء المعلومة للمواطن المغربي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، ودائما في إطار التواصل مع ساكنات مدينة أكادير. جئناكم اليوم لنعرفكم بموقع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. تتواجد هذه المدرسة بحي المعروف، وهو حي السلام، وتتواجد بقرب مجموعة من المجمعات السكنية، وتتواجد كذلك بقرب المسجد الكبير لحي السلام، والذي يتم بناؤه والذي متوقفة به الأشغال لسبب أو لآخر. إذن هذا واحد الباب آخر للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. كتسمع معنا واحد النوع من الضجيج، وهذا يعني بأن الشركة المكلفة بالبستنة تقوم بأشغال العناية بهذه المؤسسة المهمة، وهي تابعة لوزارة التعليم العالي. وبغيت نعطيكم غير واحد المعلومة بالنسبة للمؤسسة هذه، متواجدة في مجموعة من المدن في المغرب، وكنت قريت مؤخرا أنه واحد المحسنة الأصل ديالها من مدينة فيقيق قامت بمنح الدولة المغربية مبلغ 6 ملايين درهم، وذلك لبناء مؤسسة الـNCJ، وفي بالفعل تم بناؤها في مدينة وجدة، وهي الآن تستقبل العديد من الطلبة كل سنة. وفي نفس الإطار اللي هو تدعيم البحث العلمي وتدعيم العلم والمعرفة، قامت سيدة أعتقد سنة 2018 تنتمي لإقليم سطات وبالضبط لولاد فارس، بمنح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي مبلغ 12 مليون درهم، وذلك مساهمة منها، أنا غادي نقطع الشانطين من هنا، وذلك مساهمة منها في بناء مجموعة من المدارس والداخليات بإقليم سطات. إذن كما كتلاحظوا معايا بالنسبة لهذه المعلومة، هادو نساء اللي خلوا التاريخ
ديال المغرب من أبوابه الواسعة. ما عقلتش على الاسم ديالهم، ولكن راه الى بحثتوا في الانترنت راه الاسم ديالهم راه متواجد. اذا هاد السيدات هادو كانوا مثال يحتذى به في السخاء والعطاء والمساهمة في النهوض بوطننا العزيز وترسيخ ثقافة العلم. ومن هذا المنبر هذا كنتمناو أن الناس ديال أكادير لي ملياردير اللي معروفين في هذه المدينة هذه أنهم واحد النهار حتى هما لقاوهم كيبنيو مؤسسات تعليمية، يا إما في الابتدائي يا إما في الإعدادي يا إما في الثانوي، وكيتكفلوا التدريس ديال الفقراء، وذلك بأنهم يوفروا لهم الكتب المدرسية والمحافظ، ويوفروا لهم المبيت والأكل والشرب، وهذا الشيء غادي يعطيهم واحد الثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. ننتقل للموضوع الثاني ديال هذا الصباح هذا 15 ماي 2022، وهذه الجولة الصباحية اللي دائما كنحاول نقوم بها، وذلك في إطار تحرك وشوية ديال لامارش. الموضوع الثاني اللي هو كنبغي أنا شخصيا من هذا المنبر أنني نشكر قوات الأمن الوطني، وكنبغي نشكر قوات الدرك الملكي، وكنبغي نشكر القوات المساعدة، وكنبغي نشكر كنبغي نشكر القوات المساعدة، وكنبغي نشكر جميع أفراد الأمن من الصغير حتى الكبير، والذين قاموا ب حماية المواطنين وممتلكاتهم قبل وأثناء وبعد لقاء نهاية كأس العرش، والذي جمع بين فريقي الجيش الملكي وفريق المغرب التطواني، والذي انتهى بفوز مستحق لفريق الجيش الملكي بثلاث أهداف لصفر. ما يحز في النفس هو تصرفات الجمهور المحسوب على حسنية أكادير. وبغيت نوصل اليوم أنا دابا واحد الميساج بالدارجة، رغم أن لي فيديو ديالي راه ما كيتشافوش بزاف، من نوصل اليوم واحد الميساج. المباراة كانت ما بين فريق الجيش الملكي وما بين فريق المغرب التطواني. حسنية أكادير ما عندها حتى شي علاقة بهذا الماتش. أش داكم أنكم تعرضوا للجماهير ديال الجيش الملكي؟ أش بغيتوهم؟ الناس جايين يلعبوا ماتش، ربحوا ولا خسروا راه غادي يمشيو، وما اصلا ما جبدوكمش نتوما اللي كنتو محلفين عليهم. شي كيتسناهم فين زكان، شي كيتسناهم في امسكروت، شي كيتسناهم في الدرقا، كل واحد فين كيتسناهم. والنتيجه راه شفناها البارح، تكسير السيارات، شحال من واحد تضرب، هذا الشيء راه ماشي معقول. انا من هذا المنبر كنوجه نداء لجميع قوات الأمن والوكلاء الملك أنهم يقوموا بالإعادة ديال الكاميرات اللي كاينين اللي شدوا هادوك الجانحين اللي قاموا بدوك الأعمال ديال الشغب، ويتخذوا في حقهم إجراءات ماشي قاسية، إجراءات اللي كتناسب مع الجرائم اللي ارتكبوها. أن هاد الشيء راه لا يعقل أن الناس جايين من الرباط باش يتفرجوا في الفرقة ديالهم، وفي الأخر أنت كتعرض ليهم وكتصيفط ليهم الحجر. أش غادي تربح؟
لا انت دابا بغيت الى الجمهور الحسنيه دابا هو بغى انه الى مشى الرباط يديروا ليهم نفس الخدمه. انا جو نبونس با بان لي فار غادي يديروا لكم نفس الخدمه. انا كيبان لي انهم جاوا باش يتفرجوا ومشاو. المهم من هادشي كاملو عندي واحد النداء اخر اللي هو خاص بالشرطه. بغيناهم يركبوا لنا هذوك لي كاميرا دو سيرفيونس. هذوك لي كاميرا دو سيرفيونس راه مهمين بزاف. علاش لي كاميرا دو سيرفيونس؟ غادي يشدوا اي واحد غيشدوه ارتكب شي جريمه صافي غادي تشد سميتو كما كنقولوا باللغه الفرنسيه اون فلاغرون ديري. شكرا لكم والى اللقاء مع الفيديو الثاني.